عبارة مبروك أنت حامل، نتمنى نقولها لكل السيدات صراحة ونفرح الأزواج بالخبر هذا. بس إنه قبل لا نقولها تحتاج السيدة إنه هي تجهز نفسها بإنها تستخدم الفيتامينز، وإحنا بنتكلم عن الفيتامينز اللي هي أهم شيء حمض الفوليك. حمض الفوليك ما يساعد الحمل، حمض الفوليك عشان الجهاز العصبي تبع الجنين يكون سليم. طبعا إذا كان وزنها زايد يفضل إنها تنزل وزنها. إذا كان في عندها أي مرض، قلب، سكر، غدة، ربو، أي شيء كان عندك قبل لا تفكري في الحمل، مرة مهم جدا إنك تزوري طبيبك الأساسي اللي بتراجع معاه عشان يجهزك للحمل، وفي نفس الوقت تزوري دكتور النساء والولادة عشان تقولي له أنا أبغى أحمل، يقول لك يلا أيوة أوكي، في أدوية كده حنسوي لها، أدوية حنوقفها، وزنك لازم يكون كده. فمرة مهم جدا إنك تجهزي نفسك قبل الحمل. حقيقي تجهيزك لنفسك قبل الحمل يساعدك كثير بعد ما تولدي إن شاء الله بالسلامة. وربنا يكرمكم يا رب ويقر عينكم بالذرية الصحيحة السليمة المعافاة، وجعلنا سبب يا رب.